دوك اللي كيخليو دوك المصلي يمشي يصلي ويسرقوا لهم صبابتهم. انا تنقول لك عزيز العامري قيل لي بانه هو اللي دار شاف داك الولد فورسي عبد الحي. فورسي راه من اللاعبين دابا اللي عاجبين البنزرتي رقم واحد عنده. قال لي العامري هو اللي كان عزله ولكن بقات كونترا غير بري كونترا حتى فاليديتها انا من بعد ما عرضنا اللاعب على اللجنه التقنيه وتبعوه وسولوا عليه وتفرجنا فيه شي مقابلات مسجلين اقتنعنا به. جاب ها هو جاب فورسي وأجروال اقتنع الرأي المدرب فورسي راه خدا فرصة ديالو هو سميتو فورسي وخدا فرصة واستغلها راه مزيان. ما نقول ضحية هذا العامري نسيبو ما نسيبو. احنا جينا حصل ما حصل ديك الوقيته غيرنا الطاقم التقني كله كان فيه الطاوسي العامري وبكاري بدلناه صافي بن جديدة بن جديدة. احنا غنحاولوا معاه باش يجدد مع الفريق وهذا نداء من هنايا من منبركم لبن جديدة. بن جديدة انا راه جلست معاه وقلت لي انت راك بحال ولدي وليد مخلق مؤدب اخلاق عاليه يهضر معاك ما تيشوفش لك في عينك كيشوف في الارض. يعني ميزه ديال لاعب كبير قوه بدنيه تبارك الله الله يحجبه. ملي كنهضر على هذه ما تنقول الله يحجبه هذاك الوليد. عند كان عندي عليه عرض في اوروبا قلت ليه الرجاء انا ما نقدرش نفرط فيك الرجاء محتاجه ليك ولا فرطت فيك دابا كيفاش غنفسرها حتى للجمهور. قال لي هو مسكين خليني انا نهضر مع الجمهور انا نتحمل المسؤوليه. قلت له لا لدرجه انني تخصمت في التليفون انا والمانجر ديالو. دونك دابا هذا نداء لبن جديده انت راك ولد الرجاء الرجاء محتاجه ليك. حنا عارفين عندك مستقبل ومطلوب في اوروبا ومطلوب كيدير كما داروا دوك اللاعبين الاخرين راه شفناهم غير مع الجاره ولا وقعوا مع الفريق ديالهم وعاد مشاو تبعوا مشاو في الترانسفير للفرق في اوروبا. بن جديده ما تنظنش هو راه ولد الرجاء ومن المرضيين ديال وليده الرجاء غيزيد مع الفريق ديالو ويلعب معنا هاد السنه هذه وان شاء الله السنه الجايه نشوفوا الا مازال عنده عروض وتنظن راه غياخذ الفرصه ديالو. هذا هو الاهم اللي غادي نحضيها انا شخصيا كرئيس الرجاء انه ياخذ فرصته في اللاعب واخا غيكونوا عندنا دوز اتاكون اخرين غياخذ الفرصه ديالو باش يبين المهارات ديالو ونجلسوا نتفاوضوا معاه ان شاء الله في القريب العاجل.